كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسندكم أن تصل إلى سيدنا الإمام مالك في موطئه. باب العمل في جامع الصلاة. وبه الليل قال حدثني يحيى بن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وبه الليل قال وحدثني عن مالك بن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. وبه الليل قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وبه الليل قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارك والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وبه الليل قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وبه الليل قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض والسجود أومأ برأس إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. وبه الليل قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة مكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. وبه الليل قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. وبه الليل قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. وبه الليل قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال أنه قال كنت أصلي عبد الله بن عمر مسند ظهر بالجدار القبلة إلى جدار القبلة فلما قضيت الصلاة انصرفت إليه من قبل الشق الأيسر من قبل الشق الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فكنت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وبه الليل قال وحدثنا مالك عن هشام بن عروة به عن ورش من المهاجرين لم يرى به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمر بن العاص أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراحل الغنم. وبه الليل قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مصيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها. ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة وكذلك سنة الصلاة كلها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بالصلاة فرائضها ونوافلها وثوابها وخيراتها وفضائلها، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيد أهل الصدق والوفاء محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الشرفاء وعلى من والاهم في الله ولهديهم اكتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة وسادات الحنفاء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض الأحاديث المتعلقة بنوافل الصلوات، وقال: باب العمل في جامع الصلاة. فروى لنا حديث ابن عمر عما يتعلق بالرواتب، والرواتب هي النوافل والسنن المتعلقة بالفرائض، فما يكون قبل صلاة الفريضة أو بعدها من صلاة متعلقة بها. وأدرج فيها بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم صلاة الوتر لكونها متعلقة بصلاة العشاء ولا تصح إلا بعد فعل العشاء، فعدوها من الرواتب. وعدها من عدها من الصلوات النوافل مستقلة، فإن غير الفرائض من النوافل منه ما يشرع فيه الجماعة، وذلك كصلاة العيد وصلاة الوتر في رمضان وكصلاة الاستسقاء ونحو ذلك مما يشرع فيه الجماعة. منها ما لا يشرع فيه الجماعة، وذلك عدد من النوافل منها الضحى ومنها الرواتب التي تحدث عنها في هذا الحديث. الرواتب هي هذه الصلاة المسنونة المتعلقة بالفرائض، ولم يرى الإمام مالك تعيينها وتقييدها وحصرا بعدد، وجعل الرواتب الصلاة قبل وبعد من دون عدد محصور. وقال الجمهور إنها محصورة بعدد فيما قبل الصلوات وبعدها، كما يشير إليه حديث ابن عمر هذا الذي أمامنا أو قرناه في أول الباب. وحديث ابن عمر يحكي ما شهده من أحوال خير البشر صلى الله عليه وسلم، فيضاف إليه أحاديث كثيرة وردت عن الصحابة تختلف في تحديد الركعات وعددها، فيحمل على أن كلا روى ما رأى وكلا روى ما شهد، وأنه صلى الله عليه وسلم تختلف أحواله في الأيام والليالي، وبذلك كل روى عنه ما شاهده منه. فمنه هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وهذا الذي يسميه الشافعية بالمؤكدات.
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، يضاف إليها ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، في المجموع 10. سماها الشافعية المؤكدات من الرواتب. ويلحق بها 4 قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الظهر غير الركعتين فتصير 4، وركعتان بعد الظهر غير ركعتين فتصير 4، فتصير 12 ركعة من غير المؤكدات و10 من المؤكدات، فالمجموع للرواتب 22 ركعة. وفي الحديث أن من ثابر على صلاة 12 ركعة من السنة دون الفريضة في اليوم بنى الله له قصرا في الجنة. وذكر صلاة الركعتين قبل الظهر، وجاء في عدد من الروايات صلاة 4 ركعات قبل الظهر، فمحمول كما أشرنا إلى اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم. وكما يحتمل أنه كان يركع في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج إلى المسجد فإن وجد الناس ينتظر منهم أحد ولم يجتمعوا ويزدحموا بعد صلى ركعتين، وإلا أمر بإقام الصلاة فصلى بهم واكتفى به واكتفى بصلاته في بيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا رأى ابن القيم الجمع بأنه كان في بيته يصلي 4 وفي المسجد يصلي ركعتين، أي فيما قبل الظهر. وقال من قال من أئمة الحديث أن الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبل الظهر 4، والنادر من أحواله أنه يصلي قبل الظهر ركعتين. ويروى أيضا أنه عند زوال الشمس وعند دخول وقت صلاة الظهر تفتح أبواب السماء، فمن صلى 4 ركعات فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الليل. فهو وقت شريف، وقت الزوال عند دخول وقت الظهر. وجاء في حديث السيدة عائشة عند الإمام البخاري وغيره، قالت السيدة عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. فيكون هذا ما يصليه في بيته، فإنها إنما تروي ذلك في بيتها، فإذا جاء وقت الظهر صلى الله عليه وسلم 4. وقالت كان لا يدع 4 قبل الظهر، أي لا يتركها. كان يصلي قبل الظهر، عندنا ركعتين فيما رآه سيدنا عبد الله بن عمر، وهذا محمول على أنه في المسجد، وكلام السيدة عائشة محمول على أنه في البيت. وجاء في صحيح مسلم أنه لما سأل عبد الله بن شقيق السيدة عائشة عن صلاة التطوع صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4. وهكذا جاء عن سيدنا علي رضي الله عنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4. كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعد ركعتين في رواية الترمذي. و
وعليه العمل عند أكثر العلم من استحباب وسنيته 4 ركعات قبل الظهور. كما جاء عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. فالأفضل في 40 قبل الظهر أن يصليها بتسليم واحد، ويجوز أن يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، ولكن الأفضل فيما قبل الظهر أن يصلي 4 بتسليم واحد بخلاف 4 قبل العصر، فيسن أن يفصل بينهما فيسلم من ركعتين ثم يسلم على الملائكة والنبيين والصالحين ثم يصلي ركعتين كما جاءت به السنة. وجاء أيضا في رواية سعيد بن منصور في سننه من حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر 4 كان كأنما تهجد من ليلته. من صلى قبل الظهر 4 كان كأنما تهجد من ليلته. وجاء إذن في رواية ابن أبي شيبة أن أبا قابوس لما سأل عائشة أي الصلاة كانت أحب للرسول صلى الله عليه وسلم أن يواظب عليها قد كان يصلي قبل الظهر 4 يطيل فيهن القيام ويحسن فيها الركوع والسجود. قال وبعدها أي بعد الظهر 2 ركعتين. وقد جاء في روايات أخرى صلاة 40 بعد الظهر. وجاء في حديث الترمذي وصححه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر 40 بعدها حرمه الله على النار. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار كما جاء في رواية أبي داود والنسائي بن ماجه. وهكذا جاء في حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الرواتب قبل الظهر وبعدها ما جاء عن عائشة وأم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين بعد عصر وقال شغلني عنها الوفد أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن 2 ركعتين بعد الظهر فقضاهن صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ولم يذكر رتبة العصر ها هنا. وفيها جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود والترمذي رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 كما رواه الإمام أحمد في مسنده. فهو عند أحمد وأبي داود والترمذي يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وقلنا أن هذه 4 الأفضل فيها أن يسلم من 2 ركعتين ثم يسلم على النبي يقول السلام على النبيين والمرسلين والسلام على الملائكة المكرمين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم ثم يصلي 2 ركعتين. وفي رواية أبي نعيم يقول من صلى قبل العصر 4 ركعات غفر الله له مغفرة عزما. وهكذا فهي سنة
واختلفوا أي من المؤكدات أم لا. وسمعت المعتمد عند الشافعية فيما تقدم أن العشرة هي المؤكدات، ليس منهن صلاة الأربع قبل العصر، فهي مستحبة لا شك في ذلك، وإنما في عدهم لها من المؤكدات أم لا. وفي جميع النوافل الأمر في ساعتين، والحريص على الربح والدرجات في الآخرة حريص على إكثار السنن. قال ربنا في الحديث القدسي: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. قال: وبعد المغرب ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، جاء في رواية. وجاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هي مما يستحب قراءتها في سنة المغرب، كذلك في سنة الصبح الكافرون والإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أيوة. جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفة عن سعيد بن جبير يقول: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي، من حرص عليها مبالغة في الاهتمام بها. ركعتين بعد المغرب. وجاء أيضا في حديث ابن أبي شيبة يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر: من صلى بعد المغرب أربعا كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. كما جاء أيضا في رواية الطبراني بسند حسن عن سعد أن من صلى بعد المغرب ست ركعات لا يتكلم بينهن بكلام الدنيا عدلنا له بعبادة 12 سنة صيامها وقيامها. ست ركعات بعد المغرب. والصلاة بين المغرب والعشاء كالصلاة بين ارتفاع الشمس إلى الزوال، تسمى صلاة الأوابين. صلاة الأوابين. وجاء عن الحسن البصري وجوب ركعتين بعد المغرب، ولم يذكر عن غيره أنه قال بالوجوب، فهي سنة مؤكدة ركعتان بعد المغرب. وقد جاء في بعض الأخبار أنه كان يصلي بعد المغرب إلى العشاء، وإذا عدوا أن من أفضل صلاة الأوابين بالمغرب 20 ركعة. وسمعت الفضل في 6 ركعات، وأنها تعدل عبادة 12 سنة، في كل ليلة تربح 12 سنة، عمرك كم ما شاء الله يطول عمرك، فتحصل عبادة تزيد على قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح، ليه يتعمرون 100 سنين أنت تحصلها. تحصل في السنة الواحدة ما لم يحصلوا في 100 سنين، لأنك من أمة محمد فتح الله لهم باب الفضل الأوسع الأمجد. اللهم لك الحمد، فوفقنا لمرضاتك وأتم النعمة علينا. قال: وبعد صلاة العشاء ركعتين. جاء أيضا في رواية في بيته. قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، يعني من المسجد إلى البيت، فيصليها في البيت. ولما كانت بدل الظهر وتصلى ركعتان، فإذا أتبعها ركعتين بعدها ربما ظن أنها إكمال لتلك الركعتين للظهر قد حذفت، وإنما يكفي ركعتان الجمعة والظهر 4 ركعات.
فهذا ذكروا من الحكمة أنه ما كان يصليها في المسجد يخرج إلى البيت ويصليها فيه حتى يعلم أنها سنة مستقلة لا دخل لها في صلاة الفريضة، وأن الجمعة ركعتين تقوم مقام الظهر أربعا. وكما سمعنا أيضا في ضمن الأحاديث أمره بأن نجعل نصيبا من الصلاة في البيت، فكذلك كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن عموم التنفل في البيت يكون أفضل. ومن المعلوم صلاة صلى الله عليه وسلم أكثر نوافله في البيت، وصلاته كبعض النوافل في المسجد معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام. أيوة. فإذا اعتكف في مثل عشر وهر وغيرها صلى نوافله في المسجد صلى الله عليه وسلم. إذن فللفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها، هكذا يقول الجمهور. المشهور عن مالك لا توقيت في ذلك، وإنما تحمل فرائض فقط بأعداد ركعاتها، ومن تطوع بما شاء فلا شيء عليه. وهكذا يقول الإمام مالك لا توقيت للرواتب ولا تحديد لها خلافا لأئمة الثلاثة. وعلمنا إذن قول الجمهور بأنها أعداد معينة من الركعات قبل وبعد، إلا أنه لا صلاة بعد الفجر كما لا صلاة بعد العصر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في قول ابن عمر حفظت عن النبي عشر ركعات، سرد هذا الحديث. ورحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، إلى غير ذلك مما ذكرنا من الأحاديث. وهكذا يجعلوا الحنفية الرواتب قبل الصبح ركعتين، قبل الظهر أربع، وبعده أربع، وأربع قبل العصر ركعتين، بعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء أربع قبل العشاء. عندهم أربع قبل العشاء وأربع بعد العشاء. هذا ما يذكر الحنفية في الرواتب. الله لا إله إلا الله. ما من عبد مسلم يصلي الله في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وقالت السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربع، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. هذا بعض أحواله صلى الله عليه وسلم التي رقبتها السيدة عائشة. وقالت كأن صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي قبل الظهر أربعا صلى بعدها. عن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر كان كأجر عتق رقبة. وفي رواية أربع رقاب من ولد إسماعيل. وتقدم معنا حديث من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تهجد من ليلته. أيوة. وكذلك ثلاثة اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة.
سواء. فهذا بعض ما يتعلق بشان الرواتب القبلية والبعدية، فيدخل وقت الرواتب القبلية بدخول وقت الفريضة والبعدية بفعل الفريضة، ويستمر وقت القبلية والبعدية ما دام وقت الفريضة، ثم تكون بعد ذلك قضاء. فقال الشافعية: أفضل النوافل العيد، ثم الكسوف، ثم الخسوف، ثم الاستسقاء، ثم الوتر، ثم ركعة الفجر، ثم الرواتب، ثم التراويح. هكذا الترتيب عند الشافعية. واختلف هل القبلية أفضل من البعدية، فجاء أن البعدية أفضل، أن القبلية كالمقدمة وهذه تابعة للفريضة حقيقة، والتابع يشرب بشرف المتبوع. وجاء أن القبلية أفضل، وهكذا الأمر دائر على اجتهاد مع إجماع أن الفضل عظيم في القبلية والبعدية من الرواتب. ويقول الحنفي أن أكد النوافل سنة الفجر، أما الوتر فهي عندهم من الواجبات وليست من النوافل، فالوتر عند الحنفية من الواجبات، فأكد النوافل عندهم سنة الفجر. وقد قال بوجوبها بعض الصحابة، والإمام حسن البصري أيضا سنة الفجر كما قال، ولم يقول غيره بوجوب سنة المغرب البعدية الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبعد سنة الصبح عندهم الأربع ركعات قبل الظهر هي في الدرجة الثانية بعد سنة الصبح. لا إله إلا الله. وقد علمنا الساعة في صلاة النافلة في المسجد أو في البيت، لأنه ينبغي للمؤمن أن لا يخلي بيته من صلاة النوافل. وهكذا أكثر الأئمة يقول إن صلاة النوافل في البيوت أفضل إلا ما استثني، واستثنى الشافعية صلاة الضحى وصلاة المعتكف في المسجد أفضل من أن يخرج إلى البيت. ومن خشي أن لا يؤديها في البيت فيصليها في المسجد أفضل حتى لا ينقطعها ويمتنع عنها. وهكذا وعلمنا أن التطوع في البيت غالبا يكون أفضل، ولا كراهة في التطوع في المسجد، وكذلك التطوع بعد الجمعة. يقول الإمام مالك: ينبغي الإمام إذا سلم الجمعة أن يدخل منزله ولا يركع في المسجد، يركع في بيته. كذلك الذين خلف الإمام قال أحب إليه أن ينصرفوا إذا سلموا، فإن ركعوا في المسجد فذلك واسع. وهكذا راتبة الجمعة إذن عند الشافعية أربع كهية بعد الظهر، ومهما تطوع وزاد على ذلك فلا يضر، فهو من الأوقات التي لم ينه فيها عن الصلاة. وجاء عن إمام أبي حنيفة يصلي بعد الجمعة أربع وفي غاية ست. وهكذا ما روي عن الأئمة جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، والسنة قبل الجمعة وبعدها كالسنة قبل الظهر وبعدها. وإن كان
أيضا الخلاف في قبلية الجمعة وفي عموم حديث الصحيحين بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ثم إذا فات شيء من هذه الرواتب فهي مؤقتات فيسن قضاؤها إذا فاتت بعذر أو بغير عذر، كما عليه ابن عمر وعطاء وطاووس والقاسم محمد، وكما هو أيضا عند الشافعية وعند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك لا تقضى الرواتب إذا فاتت، قول الشافعي القديم والرواية عن أحمد، لكن المشهور عن الإمام مالك قضى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، هذا ما يتعلق بقضاء الرواتب والنوافل. وفرق بعضهم بينما هو مستقر بنفسه كالعيد والأضحى قال فتقضى، وبينما هو تابع لغيره كالرواتب فلا تقضى. وبعضهم فرق بين التركيب لعذر أو نسيان، قال إن تقضى إن كانت لعذر أو لغير عذر فلا تقضى. والأمر واسع، ولكن قال الشافعية كل ذات وقت وكل ما اعتيد من النوافل المطلقة فيقضى، وما لم يكن ذا وقت بل كان ذا سبب أو كان نافلة مطلقة غير ورد معتاد فلا يقضى. في ذلك قال ابن المقري ويقضى ذات وقت وعادة لا سبب، يقضى ذات وقت وعادة لا سبب، لا ذات السبب، فلا تقضى تحية المسجد، ولا تقضى سنة الوضوء، ولا تقضى سنة السفر لأن ذوات أسباب، ولا تقضى سنة الكسوف والخسوف، كل ذوات أسباب إذا فات سببها لا مجال للقضاء. أما المؤقتات وما اعتيد من النفل كالقيام بالليل في ركعات معدودة فإذا فاتت فيسن قضاءها. قال تعالى من نام عن ورده من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس إلى الظهر أو إلى الزوال كتب له كأنما صلاه من الليل. والله أعلم. نظر الله إلينا وملأنا بالإيمان واليقين وألحقنا بالهداة المهتدين ورزقنا حسن متابعة للحبيب الأمين، وبارك للأمة في ذكرى ميلاد نبيهم واجعل لهم في ذلك واسع الإمداد وعظيم الإسعاد وصلاح القلب والجسم والفؤاد وصلاح الخوف والباد، ودفع عنهم البلايا والشرور والعافات والأنكاد، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. قناة الإرث النبوي ويزكيهم ويعلمهم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر